مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وبركة. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ليالي الحقيبة. ليالي الحقيبة تأتي من دار اتحاد الغناء الشعبي، هذا الفن الذي شكل الوجدان على مدى سنوات طويلة من لدن الشاعر أحمد محمود فلاح ومحمد أحمد عوض وبادي محمد طيب، مرورا بعوض جبلير وعوض الكريم عبد الله. هذه الليلة يحييها عدد من الفنانين، من بينهم أحمد كورينا شبشة وكذلك محمد إبراهيم الجموعي وحسن شرف الدين. نتمنى لكم أن تقضوا وقتا ممتعا وشيقا برفقتنا. أهلا ومرحبا بكم في ليالي الحقيبة. Thank you.
تقدم بي حبيبي روي يا بدر الدمي المام تيم تكمينا تلوى تجعلني Yeah.
Thank you.
Oh,
تمر فوق وركوا وتكبير الظلم مستحيل في سماء فجر الجو بيحلف قال يدير لغتا ابشر يا صبور في الغيب جديد غدا God.
مستمرين برفقتكم في ليالي الحقيبة والتي تأتي من اتحاد فن الغناء الشعبي من أم درمان. هذه الليلة التي يحييها عدد من الفنانين أحمد كورينا شبشة وحسن شرف الدين ومحمد إبراهيم الجموعي، فن الغناء الشعبي الذي استطاع أن يشكل الوجدان خلال سنوات طويلة جدا، استطاع من خلال ما يقدم من معاني راقية وكلمات ذات معاني عميقة استطاع أن يشكل الوجدان. أهلا ومرحبا بكم، مستمرين معاكم في هذه الرحلة خلال ليالي الحقيبة. Yeah.
ليالي الحقيبة تستمر برفقتكم من داخل اتحاد فن الغناء الشعبي بأم درمان، ونسعد في هذه المساحة بأن يكون ضيفنا الفنان أحمد كورينا شبجة الذي قدم الوصلة الغنائية السابقة. الفنان أحمد كورينا، مرحب بك في قناة الشروق الفضائية. مرحب بكم، أنا سعيد جدا أن لنا في استضافة قناة الشروق الفضائية، ولنا الشرف أن لنا نكون في حضرتكم. شكرا لك. مرحبا بك الفنان احمد كورينا، وكلمنا عن مشاركتك في هذه الليله. والله يعني ما شايف سعيد جدا جدا بالحضور وبالكم الهائل، وبتمنى انه الواحد انه يقدم كثير وكثير في غنى الحقيبه وغنى الشعبي ودار الاتحاد وغنى الشعبي. طبعا عامر بناسه وبرواده، وبتمنى انه الناس تشارك وتحضر المنتديات، لانه بجد يعني انه الليالي جميله جدا جدا، وسعيدين جدا انه بالحضور وبالناس الكثيرين ان شاء الله. طيب، هل هي المشاركة الأولى لك في دار اتحاد الفن الغناء الشعبي، ولا عندك مشاركات متكررة قبل كده؟ والله يا كثير شاركت، كثير منتديات كثيرة، والحمد لله اهو أي زول بيلقى نصيبه. طيب جميل، نتكلم عن اللقاءات كالعادة أنت بتغني بها المحببة بالنسبة للجمهور، الغنى السوداني في عدد من اللقاءات تحديدا فن الغناء الشعبي، عندنا العشرة بلدي، عندنا السيرة وغيره من باقي اللقاءات، اللقاءات المحببة بالنسبة لك واللقاءات اللي أنت بتغني بها. والله يا أخي كل اللقاءات أنا عندي جميلة جدا جدا، لأنه الشعب السوداني شعب زواق، يعني في التمتم وفي السيرة وفي الجيرك وفي السامة، يعني كل اللغات أنا شايف الناس كلها بتتفاعل معها، والحمد لله توفيق من رب العالمين. أنت بتغني بأتو نوع من الإيقاعات في غناك؟ والله بميل للتمتم والسير أكثر. عشان إيقاعات راقصة؟ نعم، لأنه الفترة هي أنه الناس بتحب أنه يعني تنطرب، يعني في نفس الوقت تسمع وتنطرب، ودي أهم حاجة، أنه كون الناس تنطرب وتميل، يعني أنت بتشوف الحتة الناس الأكثر بيحبوها، وذلك نمشي الموضوع على كده. طيب نتكلم برضو عن، هل عندك غنى خاص ولا انت ما زلت بتردد اغنيات الفنانين اللي سبقوك في الفن؟ والله في الغنى الخاص ان شاء الله، انا بوعد الناس انه قريب حيسهر في زي 3 أو 4 اعمال ان شاء الله، قريب حتسهر ان شاء الله.
شكرا جزيلا فنان احمد كورينا، كتر خيرك. شكرا. متواصلين معاكم في هذه الليله من دار اتحاد فن الغناء الشعبي، ونحن بنسعد بعدد من الحضور من نجوم المجتمع والاعيان اللي شكلوا لوحه زاهيه في هذه الليله البهيجه التي تاتي من داخل دار اتحاد فن الغناء الشعبي. اسعد جدا بان يكون ضيفي الفنان موسى الامير، مرحبا بك على قناه الشروق. اهلا مرحبا ومرحب ألف مرحب بقناة الشروق في دار اتحاد الغناء الشعبي. كلمنا عن حضورك ومشاركتك في هذه الليلة، الليلة اللي حملت عدد من الأغنيات الأصيلة من فن الغناء الشعبي، وأنتوا كمان عندكم في المسرح والدراما الفنون الشعبية حاضرة، سواء كان من خلال الحكايات القديمة أو من خلال المسرح الشعري. والله الحمد لله، يعني لأول مرة أنا طبعا أجي دار فن الغناء الشعبي، ودي فرصة سعيدة جدا، يعني أنا أول مرة أكون فيها في الملتقى ده، ويعني بفتكر إنه ده فتح جديد كونه يكون عندهم مسرح ويقدموا فيه حفلات، وأنا ممكن كمان استطيع إنه يعني يبقى نافذة برضو للمسرحيين إنه يقدموا. طبعا العلاقة بين المسرح والغناء دي طبعا علاقة أزلية، يعني منذ أن بدأ التعبير الإنساني على في التمثيل هنا، فكانت كان الشعر الغناء الأهازيج، حتى كلمة تراجيدي هي معناتها أغنية الجدي، فكان بعدين طبعا الغناء يعتمد على الشعر، والشعر هو اللي بيعتمد عليه المسرح في طول الأزل، يعني من زمن الأساطير الأولى، المسرحيات الأولى، سوفوكليس وارستوفانيس وشيكسبير، حتى بعد ذاك المسرح أخذ الغناء والموسيقى مرتبطان ارتباط كامل جدا بالمسرح، لأنه أصلا هو بيعتبر أن المسرح أبو الفنون، اللي هو بتكون فيه كل أنواع الفنون مجتمعة، يعني فيه فن الغناء في الأغاني في المسرحيات، فيه فن الموسيقى في المؤثرات، فيه فن التشكيل في الأزياء والمكياج والأكسسوار والديكور، فيه فن الفن الحركي بتاع ده، كله الكل فنون دي كلها مجتمعة في المسرح، فيعني ما في اختلاف، وهم هم كلها فنون تعبير إبداعية عن الإنسان. طيب أستاذ موسى، أنت في آخر مسرحياتك اللي قدمتها والمعروف عند المشاهدين والحاضرين كانت مسرحية صقر قريش، وغيرها من باقي المسرحيات، في مسرحيات شعرية وفي مسرحيات غنائية، تكلم برضو عن التجارب دي لأنه فيها مزج وفيها تجسيد حقيقي لشكل المسرح، المسرح الغنائي، المسرح الشعري، وعندنا في السودان رواد لشكل المسرح ده، منهم إبراهيم العبادي، منهم هاشم صديق، منهم عمر الطيب الضوش ربنا يرحمه، وغيره من بقية الرواد. فيعني طبعا المسرح حتى في السودان ذاته بدا طبعا عن طريق الشعر، فالمسرح برضو في اتكلم عن الحكايه الشعبيه، القصص الشعبيه، اتكلم عن يعني كل البدو قدموا مثلا اللهم صل على سيدنا محمد. أستاذ موسى، خلينا نتكلم عن تجربة مثلا مسرحية صقر قريش، دي كان فيها نوع من الغناء، فيها نوع من الشعر، وانت كنت احد ابطال هذه المسرحية. والله في الغريب الشعر اللي فيها كتبته انا. فهي دائما بتكون شنو الحركة بتاعت احتفاليات الناس، دائما بتكون عن طريق الغناء وعن طريق الشعر. فكانت في حفلة داخل المسرحية دي عن صقر قريش، وكانت بغنيها عبد المنعم يا صقرنا يا صقرنا، فده وريك انه في تداخل بين انه العمل المسرحي والعمل الغنائي. انا شاكر لك جدا فنان موسى الامير لتشريفك هذه الليله ولحضورك في قناه الشروق الفضائيه، كتر خيرك، وان شاء الله نشوفك قريب في اعمال مسرحيه ودراميه ان شاء الله. ربنا يوفقك.
متواصلين معاكم في هذه الليلة من داخل اتحاد فن الغناء الشعبي وعدد من المحطات المختلفة والمتنوعة وأكيد مساحات مختلفة. الفنان محمد إبراهيم الجموعي سعيدين بك في المساحة القادمة، وانت بعد شوية حتطلع للجمهور وتقدم عدد من الأغنيات حبابك عشر أولا في قناة الشروق، وكلمنا عن مشاركتك هذه الليلة. الله يبارك فيك يا أخي، جزاكم الله خير يا أخي. قناة الشروق طبعا طبعا صباغة أول يعني ما شاء الله، وإن شاء الله الليلة حنشارك مشاركة تكون جميلة. حنبدأ بأغنية الحقيبة ونشوف من الغناء الشعبي إن شاء الله من السيارات الحماسة. هل هي المشاركة الأولى لك في دار اتحاد فن الغناء الشعبي؟ والله شاركت بدري، أنا أصلا عضو من بدري من 2011 أو 2010 تقريبا، الحمد لله أجهزنا صوتنا من بدري يعني، لكن بس جايتي بس ما كثيرة إلا دعوة كده. بما انك عضو قديم، تكلم عن شكل الاغنيات اللي انت بتحب تقدمها للجماهير والاغنيات اللي بيتفاعلوا معها عاده. والله طبعا الحقيبه دي هي اصلا اي ناس بتتفاعل معها، والحمد لله الشباب الزمن ده بيجوا ما شاء الله يعني كلهم بيغنوا حقيبه، واغنى الحقيبه اصلا ثابت يعني ما فيه ما زي الاغنى اللي بينتهي زي ما اقول اغنى الحقيبه. الناس شعراء مؤسسينه من بدري يعني، ناس عبادي وناس محمد بشير عتيق وناس والبنا وكل الشعراء يعني الناس اليوم كده. الفنان محمد إبراهيم الجموعي في غنى الحقيبه في اجيال ذاته، في اجيال عاصرت نهضه الاغنيه السودانيه لما انتقلت من اللحن الدائري لاغنيه الحقيبه لبعد ذاك اللحن الحديث، نذكر منهم محمد بشير عتيق والثوره اللي جاء احدثها عبد الرحمن الريح. ياتوا شعراء من شعراء الحقيبه انت غنيت لهم كثير او رددت اغنياتهم. والله يا ابو صلاح ومحمد بشير عتيق دي يمكن اكثر شيء ناس رددت اليوم، وغنيت ل البنا ومهم مجموعه من لكن محمد بشير عتيق وابو صلاح دي اكثر غنيت لهم كثير. نتكلم برضو عن الإيقاعات اللي غنيت بها، السودان ده غني بالإيقاعات، عندنا العشرة بلدي، عندنا السيرة كإيقاع محلي، عندنا التومتوم وغيره من باقي الإيقاعات، الإيقاعات اللي أنت غنيت بها. الإيقاعات كلها العشرة بلدي والسيرات والتومتوم غنيت بها، يعني حتى المزيكا ذاتها بتختلف يعني، حتى غنيت بالغنى الشعبي كامل، غنيت بالأوركسترا شغل كمانجات زي ما بيقولوا، شغال غنينا بالشغل الشعبي بحث يعني خالي من المزيكا، كله جربنا التجربه دي. جميل. في بنفس الاتحاد ذاته غنيت. طيب متوقعين منك حنسمع ياتوا نوع من الغنى بعد شوي. ان شاء الله حابدا يكون اغنيه محمد الامي في روضات الغنى محمد الامي لالحان الاستاذ عبد الكريم عبد الله. في البدايه حنبدا بها ان شاء الله. نحن شاكرين لك الفنان محمد إبراهيم الجموعي، وان شاء الله نتمنى تستمتع وتمتع الجماهير. لا جدا ان شاء الله، بارك الله فيك، يكثر خيركم ان شاء الله يا. شكرا جزيلا. دي كانت مساحتنا مع الفنان محمد إبراهيم الجموعي، ومن قبله الفنان موسى الأمير، ومن قبلهم أحمد شبشة كورينا وغيره من باقي المحطات، ولسه عندنا محطات كثيرة جدا في هذه الليلة، الليلة الحافلة بعدد من الموضوعات والأغنيات والألحان. في قناة الشروق نسعد في ليالي الحقيبة أن ننقل هذا النبض الذي يعبر عن وجدان السودان من خلال التغني لعدد من الشعراء، شعراء صاغوا الوجدان بالكلمات الجميلة واللحن الرصين، فنانين قدموا عصارة تجربتهم في فن الغناء الشعبي من لدن محمد أحمد عواض وبعدين محمد الطيب عوض الكريم عبد الله مرورا بكمال ترباز وغيرهم من باقي الفنانين إلى آخر من كتب وصاغ الكلمة والمفردة واللحن. نحن أكيد مستمرين في هذه الليلة ومحطات مختلفة ومتنوعة وضيوف يأتون تباعا إلى المسرح. أسعد جدا عبر هذه المساحة بأن يكون ضيفي طارق أحمد آدم. مرحب بك حبابك عشرة ومنورنا. مرحب بك، الله يسلمك. مرحب بقناة الشروق. كلمنا عن مشاركتك ووجودك في هذه الليلة. حقيقة أنا سعيد أنه أشارك في هذه الأمسية، والتحية والشكر لاتحاد الغناء الشعبي. ليلة جميلة إن شاء الله، ونحن مواصلين معهم طوال عن نحضر كل الليالي
معروف انه الشعب السوداني بيكون حريص على تغذية وجدانه بما يغذي الوجدان ويشكله بغنى سمح وغنى رصين، وانتشرت في الآونة الأخيرة عدد من الألحان اللي يمكن نوعا ما الوجدان السليم والصافي ما بيقبلها. فنشوف حرصك على حضور الليالي الثقافية لجانبين، الجانب الأول الترفيه والجانب الثاني تغذية الوجدان. بالتأكيد طبعا الإنسان بيحتاج للحظات زي دي، ويمكن موجودة في الحقيبة يعني أو الحنين للماضي. يعني انت بتسمع غنى الحقيبه كثير ولا كالعاده انت ميال مثلا للغنى الشعبي ولا الغنى الحديث؟ يا نوع من الغنى. والله بسمع الحقيبه، غنى الحديث، غنى الشعبي، كله جميل نسمع عليه ان شاء الله. كتر خيرك، نورتنا وشرفتنا. يديك العافيه. الله يبارك. شكرا جزيلا احمد ادم. مستمرين لسه معاكم في هذه الليله من دار اتحاد فن الغناء الشعبي، وعدد من الضيوف سيكونوا معنا داخل هذا المسرح الليله الحافله بعدد من المحطات وعدد من الفنانين. بعد قليل سننتقل الى المسرح حيث الفنان محمد ابراهيم الجموعي يقدم وصلته الغنائيه ليالي الحقيبه، هذا الاسم اغنيات الحقيبه التي بدات في العام 1954 كبرنامج اذاعي في الاذاعه السودانيه، ولكن الغناء الرصين والجميل ممتد منذ عهد الطنباره مرورا باغنيات ذات اللحن الدائري حتى الثوره التي احدثها عبد الرحمن الريح من خلال انتقاله ما بين فن الحقيبه الى الغناء الحديث. مستمرين معاكم في هذه الليله، اهلا ومرحبا بكم. All right.
وبهواك طار
Thank you.
تواصل ليالي الحقيبة برفقتكم من أم درمان من دار اتحاد فن الغناء الشعبي، وخلونا نستلف مما غنى محمد إبراهيم الجموعي: الليل والقمرة ضدين اجتمعوا. مثلما اجتمع الضدين في هذه الليلة، كذلك هذه الليلة جمعت بين روعتين وأصالتين، بين روعة أغنية الحقيبة وروعة مدينة أم درمان، وبين أصالة لحن أغنية الحقيبة، وبين أصالة إنسان أم درمان. هذه الليلة تستمر برفقتكم، وفيها عدد من الأغنيات ما زالت قائمة، حضور كبير في هذه الليلة، الليلة التي تحتشد بها أغنيات الحقيبة، والتي تحمل في مضامينها أغنيات الغناء الشعبي والإيقاعات المختلفة. الوصلة مقدمة لمحمد إبراهيم الجموعي، الفنان الذي كان معنا قبل قليل، مجموعة من الألحان التي صاغت الوجدان السوداني عبر عدد من الأغنيات. أهلا ومرحبا بكم، متواصلين معكم في هذه الليلة، وكذلك الليالي القادمة الراتبة الثابتة في كل سبت من أم درمان. Hey,
إذن كانت هذه هي ليلة من ليالي الحقيبة على قناة الشروق الفضائية، هذه الليلة التي جاءت من دار اتحاد فن الغناء الشعبي بأم درمان، والتي حملت مضامين كثيرة تعبر عن أصالة الوجدان السوداني. هذه الليلة التي تغنى فيها الفنانين الشابين، الفنان الشاب أحمد شبشة والفنان محمد إبراهيم الجموعي. كان من الممكن أن يكون الإبداع أكثر. دعوني أقتبس من كلمات صديقي الكاتب الأستاذ علي إدريس: إلى الذين خبأ بريقهم حين توهجوا بإفراط. نقتبس من هذا المعنى من كلمات صالح عبد السيد أبو صلاح، نأخذ منه معاني القيم الأصيلة ومن أغنياته كلمات ومعاني نتدثر بها ونحملها أملا لغد أفضل. إذن شكرا لكل الذين تابعوا هذا المشوار اليوم، شكرا لكل الذين استمعوا أو استمتعوا بهذا اللقاء. نتمنى أن نكون قد خاطبنا ولو جزءا قليلا بمكامن إحساسكم. الراقي حتى جديد الملتقى، تحياتي وفريق العمل، في أمان الله، مع السلامة.